كان على أحمد محمود المصاب في عموده الفقري أن يلزم الفراش طوال الوقت، ولكنه يعمل نحو 15 ساعة يومياً. هي ليست لقمة عيش يطاردها محمود كغيره، بل لقصته لون آخر. فتتعرض العمالة الوافدة للعديد من الانتهاكات العمالية، من حيث عدم تطبيق بنود قانون العمل الأردني عليهم كعدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجور وعدم حصولهم على إجازات سنوية أو مرضية. ويقول أحمد محمود أنه يعمل على مدار اليوم دون توقف، مشيرا إلى أنه في أغلب الأحيان قد يعود في أوقات متأخرة من الليل. ساعات العمل بنقوم الساعة 4، ما فيش وقت محدد، يعني في وقت يقول ننزل العمل بننزل، هو مكتوب في العقد كده 8 ساعات. من جانبه بيّن مدير المرصد العمالي أحمد عوض أن هناك الكثير من المسكوت عنه حول تعرض العمالة الوافدة إلى انتهاكات تتعلق بعدم حصولهم على الحقوق العمالية. صاحب العمل لا يدفع أجور العامل فيها، بيضطر العامل يروح يعمل في أعمال أخرى عشان يغطيها. طريقة الأجور حقيقة مشكلة كبيرة في الأجور. صحيح الحد الأدنى، الغالبية بأخذ الحد الأدنى للأجور اللي هو 150 دينار، إلا أنه وجدنا ناس بيأخذوا أقل من 150 دينار، وجدنا ناس بيأخذوا أكثر من 150 دينار، خاصة الناس العاملين المصريين اللي لهم سنوات طويلة بالعمل في منطقة الأول. بعضهم عددهم قليل جدا، كان بيشتغلوا أشبه بأرباب العمل بأخذوا ضمان الأراضي، ولكن عددهم محدود جدا. طريقة دفع الأجر حقيقة أيضا غريبة، جزء منهم بأخذها شهري كمعتاد، الجزء الآخر بأخذها يومية، وخاصة اللي بيشتغلوا بيسموهم العمال الحرين أو العامل الحر، إنه بيشتغل يومية، هو تصريحه بجيبته، بيشتغل وين ما بده، بروح بيشتغل يومية، هذا عامل حر، بيستلم أجره يومي. الحال الغريبة إنه في قطاعات كبيرة من العاملين بيستلموا أجورهم على بنهاية موسم الزراعي، وباقي الأيام بيسلك حاله عن طريق أخذ السلف من صاحب العمل، وفي نهاية الموسم الزراعي بيستلم أجره بالكامل. بعض العاملين وجدناهم بينهم وبين أصحاب العمل مشاكل وبينهم قضايا بالمحاكم، إنه أرباب العمل بحجة إنه الموسم الزراعي خسر ما بيسلم الأجر إلى العامل. حالة أحمد لا تختلف كثيرا عن رفيق دربه مصطفى، لعدم وجود إجازات مرضية قد تضمن لهم حقوقهم. لا إجازة مرضية ولا سنوية ولا الكلام ده خالص. مثلا عشان رايح يوم ونايم في السكن، يعني نايم برضه في المزرعة ماشي، يقول لك خصم 10 دينار. طب انت ما تمني هو اليوم بتاع 5 دينار، انت بتخصم 10 دينار ليه؟ يقول لك عشان ما تولفش عنه. لم ترد أي شكوى للوزارة عن وجود أي انتهاك بحق العاملين، هذا ما أكده المسؤول القانوني والإعلامي في وزارة العمل إبراهيم السعودي. في جهاز تفتيش كامل بيقوم بالتفتيش على كافة الملاحظات للتحقق من موضوع الشكوى، تقيم هذه الشكوى، شو الشكوى عمالية، شكوى أجور، شكوى إجازات، شكوى ظروف عمل، شكوى شروط عمل، وعلى ضوءها بيطلع جهاز التفتيش وبتخذ الإجراء. الهدف الأساسي هو توجيه صاحب العمل على عدم يعني حصول مثل هذه المخالفه. الجانب الثاني تعزيز الجانب القانوني اللي هو مخالفه صاحب العمل في حال عدم امتثاله للقانون وللانظمه والتعليمات الصادره بموجبه، يتم تحرير مخالفات بحق اصحاب العمل وتحويلها الى القضاء. كحال كل الجهات الرسميه، فان التعهد بارسال فرق التفتيش عند بروز الصحافه هي الحل، وسواء ذهبت هذه الفرق ام لم تذهب، فالامر لا يعني ان احداثا جديده ستطرأ على المعاناه. فإذا وجدت الصحافة خرجت الفرق التفتيشية من الأدراج. أحمد وغيره من المغتربين ما زالوا يعيشون على أمل أن يحصلوا على أبسط حقوقهم في أحد الأيام. أنا عامل وافد وبدي يكون زي أي عامل أردني، ليه ضمان اجتماعي وتأمين صحي، بحيث أن الواحد لو مرض يلاقي اللي يسأل فيه.